هذا هو الفيفا فان فيست. الفيفا فان فيست هو مكان لمشاهدة مباريات كأس العالم. طبعا حكومة البرازيل ما دفعت فيه شيء، هو مكان أقام الفيفا بالتعاون مع عدة شركات راعية. المكان هذا ليس مجرد مشاهدة مباريات كرة القدم فقط، فيه عدة فعاليات داخل هذا المكان، والمهم أن دخولك لهذا المكان بالمجان، ما تدفع ولا ريال ولا تذكرة ولا شيء. راح ندخل هذا المكان مع بعض ونشوف إيش فيه داخل. من الأشياء الجميلة الموجودة هنا طبعاً، حتى والمباراة شغالة، في أكثر من فعالية ترفيهية صح التسمية. في عندنا هذه الفعالية اللي هي تتعلق بالحبل وتروح على الجهة الثانية من الجهة هذه إلى الجهة الأخرى من النفست من فوق الجمهور تمر. هذه أحد الفعاليات الموجودة في الفست. هذا المكان طبعاً مخصص للعائلة، فيه كل مستلزمات الطفل زي ما احنا شايفين هنا ورانا، فيه كل المستحضرات الخاصة بالأطفال. أيضاً بإمكان الطفل أنه يجي ويحطوا له سوارة مثل هذه عليها الاسم واسم العائلة واسم الأب ورقم الجوال، بحيث لو ضاع بين الزحمة يكون قادرين على أنهم يجدون الأهل في هذا المكان. برضو في أماكن فوق بالنسبة لترفيه الأطفال، بنروح فوق الحين وبنشوف إيش فيه موجود. زي ما احنا شايفين هنا في طبعا طاولات لرسم الأطفال الصغار موجودة معنا هنا، أيضا في تلفزيون بإمكان عائلات الأطفال أنها تتابع المباراة مع أطفالها وهم موجودين، الأطفال يلونون أو حتى الأطفال يتابعون المباريات. فنشوف بعض الأطفال هنا اللي قاعد يلونون. هذا المكان طبعا هو منطقة ألعاب أخرى، فيها فريرة، في تحديات، الجماهير منتخباتها تلعب في كأس العالم وهم يتحدون بعض داخل. طبعا هذا المكان مغطى ومظلل للجماهير، وفي برضو خدمات مقدمة داخل مثل شحن الجوال، تشحن جوالك داخل لمدة 30 دقيقة. هذا الجو طبعا أثناء المباريات دائما يكون كذا، جمهور كله واقف، المكان كله مليان، الشاشة زي ما احنا شايفين ورانا. في فعاليات دائما تكون قبل المباراة وبعد المباراة. اليوم عندنا مباراة طبعا ألمانيا والبرتغال موجودة الآن وتلعب، جو غير طبيعي بالنسبة للجمهور، جمهور كثيف جدا، جمهور مجنون فعلا عاشق لكرة القدم.